سان سبريد. سو البانما ماتيريال ده بتلاقي تيرم حاجه اسمها ايزوتروبيك ماتيريال. ايزوتروبيك ماتيريال مينز داي بيهيف ايدنتيكالي ان كومبريشن سوري ايرسبكتيف اوف ذا دايركشن اوف ذا ابلايد فورس. يعني يعني داي ريسبونس تو كومبريشن زي التنشن. لكن ان ايزوتروبيك ماتيريال داي بيهيف ديفرنتلي تو تايب اوف ابلايد ستريس. وعلى فكره كل البيولوجيكال ستراكشرز ار انايسوتروبيك اند نوت ايزوتروبيك. The fatigue failure is the failure of the material with repetitive loading at stress level below the ultimate tensile strength. يعني مثلا تلاقي اعمار مع ان الاسمنت اللي فيها زي ما هو والحديد اللي فيها زي ما هو بس ليها عمر افتراضي معلش فهي بتقع. وهو ده الحكمه من وجود البون ريموديلنج عشان يخلي على طول البيولوجيكال تيشوز اند ذا بون تيشو نيو عشان تو افويد واتس كولد ذا فاتيج فيلير اوف ذا تيشوز. ايه الفرق ما بين الماتيريال والستراكشر؟ ستراكشر ذا اذر فاكتورز ذات شود بي كالكوليتد. بس اهم تيرم هنا لما تستعمل كلمه ستيفنس في ماتيريال ما تستعملهاش في ستراكشر، تستعمل تيرم ريجيديتي لما تتكلم على ستراكشر وليس ستيفنس. اخر حاجه هتكلم عليها الديسكو الاستيستي. ديسكو مينز ديسكس اند الاستيك مينز الاستيك، والاستيك احنا شرحناها قبل كده بس ديسكس از تايم ديبندنت نون ريكفربل ديفورميشن. اوكي؟ الالاستيك تايم اندبندنت ريكفربل ديفورميشن. فالكومبينيشن دي نسميها فيسكو الاستيستي ومعناها تايم ديبندنت بيهيفير. يعني لما ابلاي ذا لودز رابيدلي غير لما ابلاي ذا لودز سلولي، يبقى في تايم فاكتور ذات افكت ذا بيهيفير اوف ذا ماتيريال. The characteristics of the viscoelastic material creep, stress relaxation, time dependent strain behavior and hysteresis. بسرعه الكريب هو عباره عن ان التايم ديبندنت ديفورميشن ريسبوند تو كونستانت لود. يعني انت بتحط كونستانت لود بس وسبتها مع الوقت it will undergo more deformation with time. العكسها اللي هي time dependent decrease of load required to maintain material at constant strain اللي هي stress relaxation. يعني مثلا انت نفخت بالونه النهارده مع ان حجمها ما اتغيرش لحد بكره وفيها نفس كميه الهواء بس هتلاقيها بكره اطرى. يعني ايه اطرى؟ ماشي؟ It undergo الاماونت اوف ستريسز فيها اللي كانت موجوده بالهواء في اول يوم نفختها فيه قلت. ماشي؟ لانها undergo some deformation and relaxation. So what this was called stress relaxation. هما related لبعض. هما related لبعض. ف with time the stress decrease. This was called stress relaxation and the creep with time with the same stress the strain will increase. تالت كاركتر فيها اللي هي تايم ديبندنت سترين بيهيفير. لو انت ماسك قطعه صلصال وعايز تقطعها عندك حلين، يا اما تعمل رابيد اكشن رابيد فيلوسيتي ماشي وتقطعها بسرعه وهتضطر انك تاكزيرت لارجر فورس، يا اما تمسكها وتشدها بشويش 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 هيحصل لها جريتر ديفورميشن لحد ما يحصل نيكينج وتتقطع. الفرق ان كل ما عملت رابيد بول of the material you need a high stresses but you fracture it easily like a brittle material. لكن كل ما خليت slow pull هتلاقي انك محتاج slow stresses بس the material will behave like a ductile one. وده اللي بيفرق في العضل. تلاقي مثلا عيان اتعرض ل high velocity injury. High velocity injury the bone will absorb a large stress and will need a large stress before failure. يعني will need a larger force before failure. But once it failed, it behave like brittle material. عشان كده تلاقي comminution. لكن لو في slow application of the loads and slow application of the stress, بيحتاج stress أقل يبقى fractured بس في نفس الوقت it undergo greater deformation. عشان كده ممكن تلاقي transverse fracture. تلاقي minimal comminution لكن ما تلاقيه it does not behave like a brittle material. لكن مع rapid loading it can absorb a higher energy before failure. So faster strain rate the material will act as a stiffer but brittle one and slow strain rate the material will act as a less stiffer but ductile one. اخر حاجه الهستريسيس ان مع اللودنج ذا ديفورميشن اور ذا كيرف از ديفرنت فروم انلودنج ويتش مين ذات ذير از لوس اوف انرجي ويتش ريفلكت ذا فيسكس بارت اوف ذا فيسكو الاستيك ماتيريال.
So we discussed the forces and moments, some material properties, a difference between structure and material, and the viscoelasticity. Thank you very much.